السلام عليكم، كيفك كابتن عبد الله؟ كابتن يعني انت مثل ما بتعرف انا قلت لك اني اتدرب على فن الجيت كوندو، لكن انا يعني بنيتي الجسمانية كتير كتير ضعيفة، ومثل ما تشوف جسمي كتير ضعيف وما عندي بنية، واهم شي اهم شي اهم شي ما في عندي جرأة بالقتال، لانه يعني اقل تهديد من الخصم انا بنسحب، يعني هيك انا يعني ما عندي جرأة بالقتال. فبترجاك بترجاك بترجاك تساعدني يا كابتن، بترجاك. وصلني الفيديو هذا من الشباب عندي، وقالوا لي انه هذه رسالة كانت مخصصة او لاكي ماينور، زي ما شفت انا وزي ما سمعت انها كانت بالفعل موجهة لي من شخص من العراق، وانا سعيد جدا 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 جدا, 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 جدا بانه اختار ماينور او اختار عبد الله ماينور حتى يسعد. طبعا عزيزي انا ما اعرف ايميلك ولا اعرف بريدك ولا اعرف اي شيء عنك، ولكن اذا شفت هذا الفيديو انا اوعدك بحاجه واحده كهديه بسيطه مني لك، وهي الشيء الوحيد اللي انا اقدر اعطيك اياه. هي عباره عن كتاب النينجا اللي فيه جميع استفساراتك، سؤالاتك كلها موجوده فيها واجابه على جميع اسئلتك، وهدية مني أيضا اللي هو كورس النينجا اللي عبارة عن 10 DVDات زي ما أنت شايفها. هذه كلها خاصة لك حبيبي، أنا هذه كلها لك خاصة، وأنا بسجلها باسمك وبحط لك الكتاب معاها، وبحط لك شهادة عضوية خاصة في دوجو النينجا العربي. ليش؟ لأنك اخترت ماينور وثقت بماينور، وأنا كمان أقل شيء أسوي لك أو أخذ الناس الطيبين اللي مثلك. كل اللي عليك إنك ترسل لي رسالة فقط على بريدي ماينور فور يو الموجود أمامك، أو على رقمي الواتساب الموجود في نهاية هذا الفيديو، أوكي؟ وحضرتك تذكر لي فيها عنوانك بالتفصيل، مكان سكنك في العراق، وأنا حرسل لك هذه لحدك في المكتب. وبالتوفيق.